كالعادة كنبداو فقرة تغذية ودائما مع ضيفتنا اللي منورانا طيلة هاد الأسبوع الأخصائية أسماء زريول معنا مباشرة من الرباط. صباح النور أسماء. صباح النور حليمة. صباح النور جميع. صباح الخير وصباح الخيرات أسماء. أكيد دائما في إطار التعريف ببعض الأشياء اللي كتتعلق بالتغذية، اليوم غادي نتكلموا على واحد المعدن اللي ربما ما واخدش حقه بزاف أسماء، يعني ما تنعرفوه ولكن ربما ما كنعرفوش الخصائص ديالو. فاليوم غادي نتكلموا على معدن الفوسفور بين الأهمية ديالو بين كذلك الخطورة إذا كانت عندنا نسبة الفوسفور مرتفعة في الذات ديالنا وفي الجسم ديالنا أسماء. طبعا الفوسفور هو واحد المعدن اللي ما نتكلموش عليه بزاف، حين أن تهو فيه فوائد وتهو كنحتاجوه، ودائما كنهضروا غير على الكالسيوم، حين أن الفوسفور كنقلبوا، يعني ما يمكنش أن الكالسيوم يخدم إذا ما كانش هناك توازن بين الفوسفور والكالسيوم. نعم. مثلا الفوسفور كنحتاجو هو مثلا العمليه ديال انتاج الطاقه، كنحتاجو الفوسفور في يعني ايضا البناء، يعني العظام يمكنش الكالسيوم يقوم بالدور ديالو الا ما كانتش نسبه الفوسفور جيده. كذلك بالنسبه للخليه، فاحنا كنعرفوا اصلا الخليه فيها دي فوسفوليبيد، يعني الفوسفور حاضر حتى في جدار الخلية. فأيضا هو يعني جيد للجهاز العصبي. هو أيضا مهم إنسان اللي كيمارس الرياضة للهدف ديالها تنمية العضلات، فهو غيحتاج أيضا الفوسفور لأنها كيساعد على تخفيف من الآلام ديال العضلات. فهو أيضا حتى بالنسبة للأطفال اللي كنقلوا لأنهم الخلايا ديالهم يكبروا، هذا فهو كيساعد على النمو ديال الأنسجة. يعني الإنسان من كيدير عملية جراحية وكيحتاج أن الأنسجة ترجع كيف ما كانت، فهو محتاج الفوسفور. فبصفة عامة فهو مهم للطاقة، هو عنده بزاف ديال الوظائف ديال العضلات. يعني والامتصاص الجيد والاستعمال الجيد ديال الكالسيوم. نعم، دونك عنده دور مهم جدا، علما كيف ما قلنا ما تنتكلموش عليه بزاف وما كنعرفوش شنو هي الفوائد ديالو. ويقال ان كذلك هو كيساعد حتى على الكلى ان تخدم بشكل جيد، وحنا تنعرفوا ان الكلى عندهم دور مهم جدا في الجسم في التنقيه ديال السموم وديال الاشياء اللي هي خايبه اللي كتضر بالصحه. فالفوسفور معدن مهم جدا، لكن ربما واش الا كان بواحد النسبه اللي هي كثيره بحال معادن اخرى وفيتامينات اخرى، واش ممكن الفائده تنقلب الى ضدها؟ فعلا دابا المشكل اللي كاين في الفوسفور مقارنه مع المعادن الاخرى هو ان الفوسفور زعما صعيب يكون عندنا نقص فيه، لانه كاين في بزاف ديال الاغذيه، فكنلقاوه في اللحم، الحوت، البيض، الحليب، داك الفواكه المجافه، يعني بزاف كنلقاوه يعني بشكل كثير. ولكن اللي كنخافوا منه هو ان الا خدينا كميه كبيره، وغالبا هذه الكميه الكبيره راه صعيب تجينا من الاكل. يعني تقدر تجي من مكملات، تجي يعني بطريقه عرضيه، او لا بسبب مثلا عدم مثلا الكلى ما كتكونش كتعمل بشكل جيد. هنا كيقدر يكون عندنا زياده ديال الفوسفور. زياده الفوسفور في الجسم كتقدر دير الاسهال، كتقدر دير حتى التصلب ديال الانسجه في الجسم. يعني مثلا الانسجه ديال القلب ولا الانسجه اللي هي عاده خاصها تكون رطبه، بس كتقدر انها تعمل كتبدا بحال كتقصح. نعم. ما كيخليش الامتصاص ديال الكالسيوم يكون جيد الا كان عندنا الفوسفور كثير. الا كان بنسبه كثيره. نعم، الا كان عندنا الفوسفور كثير. نعم. عندنا ايضا يعني هاد الزياده ايضا كتعطينا اعراض ديال الحكه، ولكن عند من؟
عند الناس اللي تيعانيو مشاكل في الكلى مثلا كيديروا الدياليز او لا عندهم لانسيفيزونس انال كرونيك يعني فشل كلوي، فهاد الناس هما اللي تقدر يكون عندهم هذا المشكل لان زياده الفوسفور في الجسم هي فعلا زياده عرضيه. ولكن مهم اننا ناخذوه، مهم اننا نتناولوه يعني في هاد الاغذيه الطبيعيه. ولكن ما كناخذوش يعني نادرا في فيت كنلقاو بكميات قليله في المكملات الغذائيه. نعم، ولكن هو متواجد في الاغذيه بحال اللي ذكرتي يعني في اللحوم يعني في البيض الاسماك يعني متواجد بواحد النسبه اللي هي كافيه كنظن يعني ممكن أكيد اننا أكيد. يعني ممكن اننا نلبيو مثلا الاحتياجات ديال الفوسفور من خلال هذا الغذاء المتوازن اللي احنا كنتناولوا. اكيد هو الا خدينا نظام غذائي متوازن فاحنا خدينا ما يكفي من الفوسفور، وملي كناخذوا ما يكفي من الفوسفور راح نعاوننا الكالسيوم باش يكون عنده امتصاص جيد والعمل ديالو في الجسم جيد. وايضا حتى بالنسبه للفيتامين دي واليود والمغنيسيوم هادو كلهم كيعاونهم الفوسفور في انهم يعني يكون عندهم واحد التوازن جيد في الجسم ديالنا. نعم، اذا بحال قلنا بان الفوسفور هو داك المحرك او ديك الماده اللي ضروري ما تكون باش يقدروا يخدموا مواد اخرى في الجسم ديالنا. اكيد واللي مهم في الفوسفور نتكلموا عليه اليوم هو الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى. الناس اللي عندهم مشاكل في الكلى ولا كيديروا التصفيه ديال الكلى يعني كيعانيوا من هذا المشكل ديال زياده الفوسفور بشكل يعني كبير وكيسبب لهم فعلا مشكل. لهذا هاد الناس شنو كنقولوا لهم؟ كنقولوا لهم انهم مثلا اللحوم والبيض البيض على الخصوص مثلا صفار البيض على الخصوص انهم يتجنبوه يتجنبوا ذاك الفواكه الجافه، يتجنبوا مثلا اللوبيا العدس وهذا الشيء يعني الافتئ اللي هي غنيه بالفوسفور لانه فعلا كتعطي اعراض غير مستحبه نهائيا عند هاد الاشخاص هادو. لهذا كنصحوا مثلا اللي غادي ياخذوا الخضره خصها تنقى مزيان خصها تغلى بس كيخرجوا هذوك المعادن اللي من بينهم الفوسفور واللي الجسم للاسف ما تبقاش قادر انه يتخلص منهم تلقائيا، فاحنا كنصحوهم انهم يقللوا من التناول ديالهم في الاغذيه باش ما ياثروش سلبا على الجسم. وهنا احنا كنهضروا على حاله خاصه، راه ما كنهضروش على الانسان العادي الطبيعي اللي ما عنده حتى شي مشكل. راه الحمد لله راه الجهاز الهضمي وحتى الكلى كيحيدوا الفائض ديال اي حاجه. نعم، هو راه الاكثار من هاد المعدن كيسبب جوستومون امراض على مستوى الكلي، فبالاحر الناس اللي عندهم امراض الكلي كما قلتي خصهم يحيدوا لهاد الماده او ينقصوا منها بطرق الطهي المتنوعه باش تحيد هاد الماده ديال الفوسفور. ولا سمحتي عندنا حتى مثلا بعض الناس وحتى هي حاله استثنائيه بعض الناس اللي كيقدروا يعني كيقدروا ينقص عندهم الفوسفور مثلا كيكون عندهم نقص في الفوسفور. شكون هما؟ هذوك الناس اللي تياخذوا مثلا مضادات الحموضه بالطبيب ولا بلا طبيب واخا هذوك كيقدروا يلقاو عندهم نقص في الفوسفور، ولكن ماشي نتيجه حتى ماكلات كياخذ مضادات الحموضه بزاف واخا. عندنا ايضا الناس بحال مثلا الناس اللي كياخذوا يعني بعض الادويه اللي ملي كتقراي كتلقاي ان من الاعراض الجانبيه انها كتقدر تمنع امتصاص الفوسفور. نعم. ومن الاعراض ديال ان الانسان نقص عنده الفوسفور كيقدر مثلا الشهيه كتمشي له. كيحس بالدمالعيه يعني الاطفال مثلا الوليدات الصغار كتلقاه هو راه تياكل كلشي ولكن راه العظام ديالو باقي ما وصلوش للسن اللي خصهم يكونوا ملي كيديروا لاج اوستو كيديروا واحد الرضيع تلقاه الوليد مثلا عنده 3 سنين ولكن هو يلاه عنده عامين في لاغاديو. نعم. فهادو وحتى كيعطي حتى الالم ديال العضلات ديال العظام هذا النقص الفوسفور. اذا الا كان مثلا الواحد خدم مثلا مضادات حموضه لمده طويله وترافق معها بحال هذا الالم يقدر يرجع للطبيب ديالو
باش يشوف يقدر يكون ان السبب هو نقص في الفوسفور نتيجه لتناول مضادات الحموضه. نعم. اذا دائما خاص مراقبه ودائما خاص توجيه ديال الاخصائيين في المجال اسماء، ودي دائما تنقولوها باش الانسان يعرف شنو خاصو وشنو اللي خاصو يحيدو. اكيد المعدن او لا اي معادن او لا اي فيتامينات اسماء دائما تتكون عندهم سلبيات وعندهم ايجابيات. فاليوم تكلمنا على الفوسفور وشفنا الاهميه ديالو، شفنا كذلك الخطورة ديالو على الناس اللي عندهم أمراض الكلي خصوصا. شكرا جزيلا لك أسماء. مرحبا، شكرا حليمة على المواضيع المهمة اللي كتطرحي دائما. بارك الله فيك.